السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيك العافية يا شباب، إن شاء الله مكملين في الديسكشن لما ساق الإحصاء، مكملين في شابتر 5. طبعا شرحنا سكشن 5.1 المحاضرة الماضية، إن شاء الله اليوم راح نشرح سكشن 5.2. سكشن 5.2 يا شباب عنوانه Linear Combinations of Normal Random Variables. طبعا المحاضرة الماضية كانت عبارة عن إيش؟ Random Normal Random Variable فقط، تمام؟ اليوم راح يكون عندنا Linear Combination. طبعا شباب Linear Combination مرت علينا في سكشن 6 في 2.6. سكشن 2.6 كان عندنا ايش يا شباب؟ انه كان عندك متغير عشوائي عادي، ما كانش لسه مصنف معنا لا باينوميال ولا بواسون ولا نورمال ولا شغله. المهم بس كان بدي اخذ انا منه فكره 2.6، بلزمنا منه فكره، ايش هي الفكره اللي بتلزمنا منه؟ لو كان عندي متغير عشوائي اكس، هذا الاكس موجود في معادله خطيه على شكل واي تساوي اي اكس زائد بي، وكان الاكس هذا متغير عشوائي، كيف كنا نحسب الاكسبكتيشن والفاريانس؟ اللي ناس يرجع يتذكرهم، طبعا انا راح اذكرهم على السريع. كنا نحسب الاكسبكتيشن انه حيساوي، حنقول الاكسبكتيشن لواي حيساوي الاي الكونستنت يعني الثابت هذا زي ما هو ضرب الاكسبكتيشن لاكس اللي هو المتغير العشوائي تبعنا زائد البي. الفارينس كيف كنا نحسبه للمتغير المعادله الخطيه اللي فيها المتغير العشوائي اكس؟ كنا نقول انه الفارينس لواي حيساوي اي تربيع ضرب الفارينس لاكس والبي بتنحذف عنا، تمام؟ هذه اول فكره عندنا في السكشن هذا. الفكره الثانيه يا شباب، السكشن كله شباب قائم على ايش؟ راندوم عباره عن راندوم فيربل وتوزيعها نورمال يعني يتبع التوزيع الطبيعي، ولكن مش لمتغير عشوائي واحد، لا لاثنين او لثلاثه، تمام؟ فالفكره شباب انه انا بيجي بيطلب مني احتمال لعمليه ناتجه من جمع او من طرح او من افريج لمجموعه من هذه المتغيرات العشوائيه، فكل فكرتنا بتدور حول ايش يا شباب؟ الاحتمالات صارت يعني سهله بالنسبه لنا، اخذناها في شابتر 3 كثير جدا، وفي شابتر 5 ايضا في سكشن 5.1 اخذنا كثير احتمالات، يعني قصه حساب الاحتمالات سهله صارت بالنسبه لنا. فالفكره الجديده يا شباب انه هنا انا كيف بدي اجيب الميو والاكسبكتيشن، المتغير العشوائي الجديد اللي نتج من جمع او طرح او افريج لمجموعه من المتغيرات العشوائيه. بكل بساطة عندنا قانونين يا شباب، القانون الأول بالنسبة للأفرج، لو كان عندي يا شباب أفرج لثمان عناصر، خلينا ناخذ مثال، يعني بدي قال لك أنا عندي مثلا متغير عشوائي نوعه إكس، اعتبره هذا يا شباب، اعتبر هذا المتغير العشوائي اللي قال لي عنه، قال عندي متغير عشوائي نوعه إكس، توزيعه نورمال، الميو له 3.2، الفارينس 6.5، قال لك أنا في المطلوب تبعه أو المطلوب الأول، اللهم صل على سيدنا محمد، أنه أنا عندي ثمانية متغيرات عشوائية بنفس النوع هذا، ثمان طبقات أو ثمان أنواع من نفس أو ثمان قطع من نفس النوع. طبعا راح تمر علي الاسئله بس عشان اشرح القانون قبل لا ابدا في الحل. فالقانون تبعنا كيف بيكون يا شباب؟ الفارينس للمتغير الجديد تبعنا راح يكون عباره عن الفارينس للقديم على الان على 8، يعني 6.5 على 8، بينما الميو راح تضل زي ما هي. هذا بالنسبه لايش؟ لو قال لك افريج. طبعا مع الاسئله راح تفهموها اكثر. بالنسبه لشباب لو جمع وطرح، نجمع جمع جبري وبنطرح طرح جبري، يعني قال لك مثلا قال لك عندك زي هيك متغيرات ثلاث متغيرات عشوائيه، قال لك انه احسب لي احتمال لمتغير عشوائي ناتج من جمع هذول الثلاث شغلات مع بعض، ايش بسوي؟ بدي احسب الميو الجديده والفالنس الجديده للمتغير العشوائي الجديد اللي ناتج من جمع الثلاثه، فكيف بسوي؟ الميو الجديده حتكون عندنا عباره عن ايش؟ 3.2 زائد ناقص 2.1 باشارته زائد اللي هو 12، الفالنس 6.5 زائد 3.5 زائد 7.5، تمام؟ جمع طرح شغله جبريه بتجمع الميو الخاص بكل متغير عشوائي مع بعض او بتطرحهم او شغله زي هيك. الفارينس نفس الشغله، لكن الافرج لها قانون، الميو بتضل زي ما هي، الفارينس بقسم الفارينس الموجود عندي كان في الاصل على ايش؟ على الان اللي قال لي عنه. ان شاء الله يعني الشغله سهله وبسيطه مش راح تتغلبوا فيها، نبدا بالاسئله مباشره ان شاء الله. بروبلم 1 يا شباب بقول لك سبوز ذات اكس توزيعه نورمال، يعني عندي متغير عشوائي نوعه اكس. توزيعه نورمال، قال لك الميو له 3.2 والفارينس 6.5، الواي نفس الشغله التوزيع متغير عشوائي، توزيعه نورمال، الميو سالب 2.1 والفارينس 3.5، نفس الشغله بالنسبه لزد ميو 12.5 وفارينس 7.5. قال لك ار اندبندنت راندوم فيربلز، هل المتغيرات العشوائيه منفصله؟ قال لك مالهم؟ فايند ذا بروبابيلتي ذات، احسب احتمال ان اللي هو اول حاجه قال لك احتمال اكس زائد واي اكبر من او تساوي زيرو. الحين يا شباب الاكس زائد واي هذا هم متغيرين عشوائيين، بنتج عندي منهم متغير عشوائي جديد، سميه ايش ما بدك، نعتبر شباب بنسميه في كل في كل الملف تبعنا اي متغير عشوائي جديد بنسميه ار، تمام؟ فانا صار عندي كانه شباب بقول احتمال الار اكبر من او تساوي زيرو، فانا ايش بدي اقول؟ نعتبره سؤال جديد، فبنقول احتمال الار اكبر من او تساوي زيرو حتساوي 1 ناقص احتمال الار اقل من او تساوي زيرو، وتساوي 1 ناقص فاي الزيرو. الحين شباب فاي الزيرو عشان اجيب انا قيمتها بدي اروح على الجدول، هذه عباره عن ايش؟ عباره عن ار، زي ما كنا نقول قبل اكس، هذه عباره عن ار. فانا بدي احولها لزد، كيف بدي احولها؟ بدي اقول الصفر هذه ناقص ميو الخاصه فيها للمتغير الجديد تبعنا اللي هو ار على السيجما تبعتها، طب انا الميو والسيجما من وين اجيبهم؟ من ايش؟ من الجمع تبع
اكس زائد واي. ففعليا انا ايش راح اجيب؟ ميو جديده بالنسبه للمتغير العشوائي الجديد تبعي اللي اسمه ار، الميو تبعت ايش راح تكون؟ 3.2 زائد سالب 2.1. بتطلع معنا قد ايش يا شباب؟ 1.1 هذه الميو الجديده. الفالنس ايش راح تساوي؟ 6.5 زائد 3.5، يعني راح تطلع معنا قد ايش؟ 10. فبصير الحل تبعي مباشره ايش راح يكون؟ 1 ناقص احتمال الاكس اقل من او تساوي 0 وتساوي 1 ناقص فاي 0 وتساوي 1 ناقص احتمال الصفر ناقص 1.1 على جذر العشرة اللي هو بالشكل التالي. لاحظوا الكلام اللي انا حكيته، هي عندنا اكس اكبر من اكس زائد واي اكبر من او تساوي 0. نجيب للمتغير الجديد العشوائي الجديد اللي اسمه ار سميته انا، بده يكون عندك ايش حيكون؟ نجيب له ميو وفالنس جداد. الميو تبعته الجداد ايش راح تساوي؟ 3.2 اللي هي الميو تبعت اكس زائد الميو تبعت واي سالب 2.1 بشرتها بجمعها تطلع 1.1. الفالنس نفس الشغله، الفالنس تبعت اكس 6.5، الفالنس تبعت الواي 3.5، نجمعهم بطلع معنا قديش؟ 10. الحين بدي اقول احتمال الاكس اكبر من زائد واي اكبر من او تساوي 0، سميها مثلا ار، احتمال الار اكبر من او تساوي 0 ايش حتساوي؟ 1 ناقص احتمال الار اصغر من او تساوي ايش؟ 0. اللهم صل على سيدنا محمد. فايش راح نقول يا شباب؟ 1 ناقص نحول الار لزد، كيف راح نحولها يا شباب؟ حتقول 1 ناقص احتمال الزد اقل من او تساوي 0 ناقص ميو على سيجما، ميو تبعتنا الجديده 1.1، السيجما هذه فارينس بنجيب لها الجذر بصير عندنا ايش؟ سيجما. مباشره بنحسب هذه يا شباب ومن الجدول بنروح على الجدول تبع زد، بتطلع معنا قديش؟ 1 ناقص فاي السالب 0.3162، بنروح على الجدول وين السالب 3.3162 بالسالب، بنجيب القيمة اللي بتقابلها عنا بتطلع قديش القيمة معنا، نطرح 1 ناقص القيمة اللي تطلع عنا، بتطلع معنا قديش؟ 0.6360. ناخذ برضه بي عشان نفهم أكثر. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك شباب في بي قال لك إنه عندك احسب لي احتمال إكس زائد واي زائد ناقص 2 زد أصغر من أو تساوي سالب 20. فأنا كأنه بقول يا شباب احسب لي احتمال الآر أصغر من أو تساوي سالب 20، كيف بنحلها؟ الآر هذه شباب بدي أحولها لزد، فبدي إلها ميو وبدي إلها فارينس، كيف راح نجيبهم؟ نفس الطريقة، حنقول الميو الجديدة حتساوي 3.2 زائد ناقص 2.1 زائد 12، تمام؟ تمام. على الفارينس إيش راح نقول؟ الفارينس الجديدة حتساوي 6.5 زائد 3.5 زائد 7.5، بس غلط هنا، ليش يا شباب؟ المعامل تبع الزد يا شباب هنا ايش قيمته؟ 2. فاحنا راح نقول بالنسبه للفارينس 1 تربيع ضرب 3.5 ضرب 6.5 حتضل 6.5، 1 تربيع ضرب 3.5 حتضل 3.5، هنا حنقول 2 تربيع ضرب 7.5. ليش؟ قلت لكم معادله شابتر او معادله سكشن 2.6 اللي هو ايش؟ الاي اللي بيكون جنب المتغير العشوائي بنربعها وبنضرب في الفارينس للقديم، تمام؟ بس هذه هي كانت الملاحظه اللي انا كنت انبهكم عليها قبل لا نشوف الحل. هاي الميو نفس الطريقة طبعا جمع جبري 3.2 ناقص 2.1 زائد ناقص 2 ضرب ايش؟ 12، تمام؟ الفارينس 6.5 زائد 3.5 زائد 2 تربيع يا شباب ضرب 7.5، ليش ربعناها يا شباب؟ هذا قلنا هيك القانون معنا في 2.6 انه بنربع المعامل الموجود جنب متغير عشوائي بنضربه في ايش؟ في قيمة الفارينس القديمة، ضبطنا معنا 40. هيك صارت مباشرة خلاص سهلة، طبعا هذه إشارة خطأ ما طلع يا شباب، الإشارة المفروض تكون ايش؟ بالعكس أقل منها تساوي. فحنقول احتمال الزد اقل من او تساوي 20 سالب 20 ايش راح تساوي؟ احتمال الزد اقل من او تساوي سالب 20 ناقص الميو الجديده على جذر ال 40 اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن سيجما. من الجدول المباشره بقدر احسبها، بتطلع معي فاي 0.4585 وتساوي 0.6767. انا شباب ما تدقوش كثير على النواتج، يعني ممكن يكون فيها خطا مطبع، يعني هنا هي ايش؟ في الاساس ناقص 20، اقل من او تساوي ناقص 20، هنا عملها اكبر وفي خطا مطبعي. وهنا هي المفروض ايش؟ اقل من او تساوي ايش؟ ناقص 20 ناقص 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 22.9 على جذر ال 40. المهم يعني قصدي شباب الحل احنا فاهمينه والارقام مش مهمه كثير، يعني التعويض فيه شويه اخطاء، يعني حتى الحل النموذج اللي كتب فيه اخطاء. بنفس الطريقه شباب راح نكمل اللي هو ايش؟ بي وسي نفس الطريقه او سي ودي، نروح على اي واف يعني فيهم قيمه مطلقه هم اللي بيختلفوا شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. المطلوب يا شباب اي، هاي المطلوب اي بس هو متخربط مسميه اف. قال لك شباب احتمال الاكس زائد 6 واي زائد زد اكبر من او تساوي 2، كيف راح نجيبها يا شباب؟ راح نجيب اللي هو الميو والفالنس المتغير العشوائي الجديد اللي بدنا نسميه ار. فالميو تبعت ايش راح تكون يا شباب؟ عباره عن الميو تبعت اكس اللي عباره عن قديش؟ 3.2 زائد ال 6 ضرب الميو تبعت الواي اللي عباره عن السالب 2.1 بشرتها يا شباب، زائد الميو تبعت الزد عباره عن قديش؟ 12 وتساوي 2.6.
اللهم صل على سيدنا. الفارينس ايش حيساوي يا شباب؟ الفارينس 7 اكس زي ما هو 6 ونص، الفارينس 7 الواي بس بضرب في قديش يا شباب؟ في 6 تربيع. زائد الفارينس 7 الزد عباره عن قديش؟ 7 ونص، يا جماعه بتطلع معي 140. احنا شباب المفروض نقول احتمال اللي هو ايش؟ الار اكبر من او تساوي 2، بس في قيمه مطلقه، يعني المفروض نقول انه ايش؟ احتمال الناتج تبعنا او التغير العشوائي تبعنا اكبر من واصغر من، بس هنا ايش يا شباب؟ السؤال محلول على اساس انه فيش قيمه مطلقه. فالمهم يا شباب هو ايش؟ حل السؤال محلول على اساس انه فيش قيمه مطلقه. احتمال اللي هو احتمال الان 2.6 و140 اكبر من تساوي 2 ايش حتساوي؟ 1 ناقص احتمال الزد اقل من او تساوي 2 ناقص 2.6 على جذر 140 وتساوي 1 ناقص فاي. الرقم اللي راح يطلع معنا هنا من الجدول المباشر راح نجيبه بيطلع معنا 1 ناقص القيمه اللي تطلع هنا بيطلع معنا قديش؟ 0.8689. تمام؟ يعني بس الخلل انه ناسي القيمه المطلقه هنا، اعتبرها مش موجوده. المطلوب ايه؟ المطلوب ايه يا شباب؟ المطلوب اف يا شباب، اقول انا برضه عندي احتمال 2 اكس ناقص واي ناقص 6 اقل من او تساوي 1. كيف راح نعمل يا شباب؟ بدنا نجيب الميو والفارنس للجذاب، حنقول الميو حتساوي 2 ضرب 3.5 اللي هي الميو لاكس ناقص باشارته اللي هو الميو تبعت الواي حتساوي سالب 2.1 ناقص 6 زي ما هي بنخليها، بيطلع معنا قديش؟ 2.5. بالنسبه للفارينس السته بتختفي يا شباب، عند الفارينس السته هذه السالب 6 بتختفي. بيضل عندنا اللي هو الاثنين تربيع ضرب الفارينس 7 الاكس عباره عن 6.5 زائد الفارينس 7 الواي حيكون قديش؟ عباره عن 3.5. اللهم صل على سيدنا محمد. فبتطلع عندنا شباب قديش؟ 29.6 29.5. المفروض شباب هنا طلع يعني الحل فيه خطا. ايش بعدين المفروض نحل يا شباب؟ نقول احتمال الار متغير العشوائي اللي جي تبعنا اكبر من سالب 1 واصغر من 1، ونقول فاي الواحد ناقص فاي السالب 1، ونفس الشيء بنروح نحولهم ونقول فاي الواحد حتصير عندنا ايش؟ فاي للواحد ناقص الواحد ناقص 2.5 على جذر 29.5 ناقص السالب 1 ناقص 2.5 على جذر 29.5 ونحسبه من الجدول. تمام؟ يعني خطا هنا ايش؟ بس انه مش معوض باكبر من او اصغر من، ورايح جايب تبعت مين؟ تبعت المطلوب اللي قبله اللي هي بتاعت الاثنين هذه. نجي على السؤال الثاني يا شباب. بقول لك كونسيدر سيكونس اوف اندبندنت راندوم فاريبل اكس اي. بقول لك شباب انه احنا عندنا سيكونس يعني متتابعه او متتاليه من مجموعه، يعني مجموعه من المتغيرات العشوائيه اسمها مسمي لك اياها اكس اي، يعني عددها مش معروف، يعني نعتبر عندنا 10 20 30 قد ما بدك. المهم شباب بقول لك انه ايتش وذ ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. شباب بقول لك كلهم عباره عن ايش؟ ستاندرد نورمال، يعني بتعرف من الجمله هذه ايش؟ ميو ايرو بتساوي زيرو والفيرنس حتساوي 1. طيب ايش طالب عندنا شباب؟ بقول لك اول حاجه وات از بي احتمال يعني القيمه المطلقه للاكس اي اقل من تساوي نص. شباب لما قال لك اكس اي هنا قال لك يعني اي متغير عشوائي منهم، اي واحد منهم. فايش كيف راح نجيب الاحتمال تبعه؟ لو كان اعتبرنا شباب من متغير عشوائي اسمه ايش؟ رقمه اكس 2 مثلا. فايش ايش قيمه الاحتمال اكس 2 اقل من او تساوي نص؟ حنقول احتمال اكس 2 اكبر من سالب نص واصغر من نص، وتساوي فاي السالب نص فاي النص ناقص فاي السالب نص. ومباشره بنجيبها من الجدول بنكون خلصنا له بالشكل التالي. هاي احتمال اكس اي اقل من او تساوي نص ايش حتساوي؟ احتمال اكس اي اكبر من سالب نص، بس هنا في اشاره سالب ناسينها، يعني اما هو الحل صحيح بس ناسين اشاره السالب هنا، اقل من او تساوي نص، فحتصير عندنا فاي النص ناقص فاي السالب نص. فاي النص من الجدول بنجيب تطلع معنا 0.6915، فاي السالب نص بتطلع معنا قديش؟ 0.3085. نطرحهم من بعض بتطلع معنا قديش؟ 0.383. تمام؟ يعني المطلوب الاول مباشر جدا نفس سكشن 5.1، نفس سكشن 5.1. نشوف المطلوب الثاني يا شباب. ولك اف اكس بار از ذا افريج اوف 8 اوف ذيس راندوم فاريبلز. راح شباب ايش قال لك هنا؟ كلمه افريج. تمام؟ ايش قال لك ان العدد تبعهم؟ 8. قال لك في افريج وفي عندك 8، كن مركزين يعني. طيب قال لك وات از ايش احتمال القيمه المطلقه لاكس بار اقل من او تساوي نص؟ بدي القيمه المطلقه لاكس بار اقل من او تساوي نص، بدي القيمه المطلقه للافرج يعني. فانا ايش بدي اسوي؟ بدي اجيب ميو وفارينس للافرج. طيب فكيف قلنا شباب بنجيب الميو؟ احنا الميو الاصليه والفارينس، الميو والفارينس الاصليه لاي متغير عشوائي منهم عباره عن ايش؟ 0 و1، اللي هي يعني الميو حتساوي 0 والفارينس حتساوي 1. فالجديدة ايش حتساوي يا شباب؟ الميو بتضل زي ما هي زيرو، والفارنس ايش حيساوي؟ 1/8. تمام؟ هيك بكون جبنا مين؟ بكون جبنا اللي هي عبارة عن التوزيع للافرج تبعنا للاكس بار. الحين شو بدنا نجيب الاحتمال؟ ايش حيساوي الاحتمال؟ نفس طريقة اللي قبل، حنقول فاي النص ناقص فاي السالب نص، وبس بدنا نعوض ايش؟ النص ناقص إيه؟ حنحولها يعني بطلت ستاندرد لما جبنا جبنا فارنس جديد بطل 1، يبقى بطل ايش؟ ستاندرد. فحتصير عندنا ناقص النص ناقص الفارنس الجديد اللي هو الميو الجديد عباره عن ايش؟ صفر برضه ضلت على الفارنس السيجما الجديد اللي عباره عن قديش؟ جذر الثمن. لازم شوف الحل عشان تكونوا فاهمين، طبعا الحل مش موجود انا حليته هنا عندي.
هاي سبب عندك المتغير العشوائي اللي هو عندك التوزيع القانون تبعه للمتغير العشوائي للافريج حيكون توزيع نورمال، الميو بتضل ميو زي ما هي الاصليه، والفيرينس بتصير عندنا على ايش؟ على ان. فاحنا عندنا قال لك الان عندنا 8 ظلت الميو زي ما هي لانه كان عندها ستاندرد، الميو ظلت زي ما هي زيرو. الجديده حتساوي قديش؟ 1 على 8 تمام؟ الحين شو التوزيع هذا بطل ايش؟ بطل ستاندرد، يعني لما انا اجيب احتمال باستخدام هذه الميو باستخدام هذه الفيرينس ما اقدرش اروح اجيبها مباشره من الجدول، بدها تحويل تمام؟ طيب فقلنا احتمال القانون يبقى للاكس بار اقل من او تساوي نص ايش حتساوي؟ احتمال الاكس اكبر من او تساوي سالب نص او اصغر من او تساوي نص، فتساوي فاي النص ناقص فاي السالب نص. الحين يا شباب في السؤال ايه؟ كان عندي جاهز ستاندرد لواحد انا حسبت وكان ستاندرد الواحد هذا، فانا مباشره ايش؟ رحت جبت قيمة من الجدول، هنا بينفعش بدي احولهم لايش؟ لزد. فحنقول فاي النص ناقص ميو عندنا زيرو ما اختلفتش، مش مشكله. على السيجما حتكون عندنا قديش هنا في الحاله دي شباب؟ جذر الثمن، هذا جذر الثمن ناقص فاي السالب نص، حتكون عندنا عباره عن ايش؟ فاي السالب نص ناقص زيرو على جذر الثمن. لو حسبناها هذه شباب تطلع معنا قديش؟ فاي 1.41 وهنا فاي السالب 1.41. من الجدول بقدر احسب القيمتين هذول، طبعا انا حسبتهم طلعوا معي 0.9207 ناقص 0.0793، بنطرحهم بيطلع معنا قديش الناتج؟ 0.8414. الرؤى المطلوب بالسي يا شباب قال لك ان جنرال بشكل عام، يعني اف اكس بار از ذا افريج اوف ان اوف ذيس رانو فيرب، قال لك اذا كان عندنا الاكس بار عاملينه من افريج لان منهم، يعني العدد لسه مش عارفينه. قال لك وات از ذا سمولست فاليو اوف ان، قديش اقل عدد ممكن من الان بحيث تخلي احتمال القيمه المطلقه للاكس بار اقل من او تساوي نص اكبر من او تساوي 0.99. يعني شباب بقول لك بدي اصغر عدد لان ممكن بحيث انه يكون احتمال القيمه المطلقه لاكس بار اقل من او تساوي نص اكبر من او تساوي 0.99، يعني انه القيم تبعت احتمال اكس اقل من او تساوي نص تكون اكبر من 99%. فكيف بدي اجيبها يا شباب؟ شباب مباشره لما يديني القيم زي هيك بستخدم قانون ايش؟ قانون الواحد واحد ناقص الفا بيساوي فاي زد الفا تمام؟ ففاي زد الفا عندي قديش؟ 0.99. فبقول 0.99 حتساوي 1 ناقص الفا، يبقى الالفا ايش حتساوي عندي؟ 0.01 تمام؟ طبعا عندي قيمه مطلقه هنا يا شباب، فانا بروح اقسم 0.01 على 2 لانه عندي ايش؟ حدين قلنا. فتو ليميتس يعني، فانا ايش بيطلع عندي قيمه زد الفا يا شباب؟ او الفا ايش راح تساوي؟ الفا على 2 حتطلع معي 0.01 على 2 وتساوي 0.005. لاحظوا الحل عشان نفهم اكثر، الحل هي عندي برضه في الصوره هنا هاي. اول حاجه شباب انا ايش قلت؟ قلنا القيمه المطلقه اللي هي عباره عن فاي زد الفا حتساوي 1 ناقص الالفا، اي 1 ناقص الالفا حتساوي 0.99، جبنا قيمه الفا حتساوي عندنا قديش؟ 0.01. بما انه عندنا تو ليميتس يعني قيمه مطلقه، حنقول ايش؟ قسم الالفا على 2، حصير الفا على 2 حتساوي 0.005. طب الالفا على 2 الزد الفا لها قديش حتساوي يا شباب؟ عباره عن 2.5758، يعني من وين جبنا هذه القيمه يا شباب؟ من الجدول الصغير هذا. هاي اللي عباره عن 0.005 هي من هنا بنجيبها. قبل كنا نشتغل على ايش؟ على الجدول الكبير. نكمل يا شباب، بعد ما جبنا زد الفا بده ان، فانا ايش يا شباب العلاقه اللي بتربط ما بين ان وما بين الزد؟ او يعني وين الان موجوده هي بشكل عام؟ هنا في السكشن تبعنا الان شباب بتبين معنا بس في السيجما لانه احنا عندنا افريج. فايش العلاقه اللي بتربط بين الزد وبين السيجما؟ لو عندي قانون شباب التحويل انه عباره عن زد حتساوي اكس ناقص 100 على سيجما، القانون اللي احنا اخذناه السكشن الماضي. هلا الزد يا شباب موجود معنا قديش قيمتها؟ 2.5758. الاكس عباره عن النص اللي اعطيني اياها في السؤال، الميو زيرو. السيجما انا بدي اجيب قيمه الان اللي داخلها، فهي عباره عن واحد على ان، او جذر الواحد على ان اسف. فمباشره مع عواطف واحد على جذر الان صارت ايش معي؟ المعادله اللي بينت معي الان ممكن احسبها بسهل ايه؟ طريقه سهله ومباشره. طبعا شباب احنا بنعوض اكبر من او تساوي على اساس انه نجيب ايش؟ نفس السؤال، قال لك بدي يكون احتمال الاكس اقل القيمه المطلقه للاكس اقل من او تساوي نص اكبر من 99%، بروح بعوض اكبر من او تساوي تمام؟ إيه اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا شباب بعد هيك بضلش حاجه عندنا ضرب تبادلي يعني، او بنطلع جذر الان في البسط، بصير عندك ايش؟ احتمال اللي هو او قيمه نص جذر الان اكبر من او تساوي 2.5758، بنقسم الطرفين على نص، بعدين بنربع طرفين بتطلع عندي ان اكبر من او تساوي اي 26 وشويه، بنقربها ل 27 تمام؟ بنقربها ل 27. فشفنا كيف جبنا ان، يعني الواحد بيبدا مباشره كيف التفكير تبعه كيف يبدا انه ايش؟ وين الان عندي في السكشن هذا؟ موجوده في السيجما، فانا بدور على علاقه بتربط ما بين السيجما وبين الزد اللي اخذناها بالشكل التالي. نيجي على السؤال الثالث يا شباب. السؤال الثالث بقول لك A machine part is assembled by fastening two components of type A and three components of type B. يعني شو بقول لك؟ انه احنا عندنا ماشين بنجمعها من ثلاث مكونات
من مكونات عده، بتتكون هذه المكونات من مجموعتين او نوعين او قطعتين من نوع A وثلاث قطع من نوع B. طبعا بقول لك اند تو اند يعني بنجمعهم ورا بعض. فاحنا شلبنا يعني مباشره من بدايه السؤال بنفهم انه هذه عباره عن ايش؟ عمليه جمع، جمعناهم مع بعض فايش جمع يعني. بقول لك شوف ذا لينث اوف كومبوننت اوف تايب A ان مليمتر ار اند منت، بقول لك انه اللي هو الكومبوننت اللي نوعها A تتبع التوزيع الطبيعي اللي ميو لها 37 والفيرنس بوينت 49. قال لك انشب ايضا بالنسبه لكومبوننت نوع بي برضه متغير عشوائي طبيعي، التوزيع تبعه او النور اللي ميو تبعته حسه 24 والفيرنس عباره عن ايش 0.09. ايش طلب عندنا شباب؟ قال لك وات از ذا بروبابيلتي ذات ا ماشين بات هاز ا لينك بتوين 144 اند 147. يعني شباب ايش قال لك؟ قال لك ايش احتمال انه القيمه او الاسمبل تبعنا او اللينك هذا تبع الاسمبل في النهايه يطلع عندنا ما بين 144 و 147. يعني ببساطه شباب كانه بقول لي بدي احتمال الار اكبر من 144 واصغر من 147. الار هذه عباره عن ايش؟ عباره عن حاصل جمع اللي هو نوعين قطعتين من نوع A وثلاث قطع من نوع B. فانا بدي اجيب الميو للار تبعتنا، ايش حيكون الميو تبع تبعنا يا شباب؟ عباره عن 2 ضرب الميو تبع A زائد 3 ضرب الميو تبع B. او يعني اني اجمع الميو تبعت الA مرتين واجمع الميو تبعت الB ثلاث مرات. بالنسبه للفالنس نفس الشيء راح يكون عباره عن 2 من اللي هو الفالنس تبع الA زائد 3 من الفالنس تبع الB. هيك بكون حصلت على ميو فالنس للار تبعي او للجديد يعني، بقدر احسب مباشره منهم ايش؟ الاحتمال اللي احنا عايزينه. لاحظوا الحل كيف بدينا؟ قلنا انا بدي ماشين جديد سميناه واي. اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نحسب منه ايش يا شباب؟ بدنا نحسب له الميو والفارينس. الميو قلنا كيف حيساوي؟ هي لاحظوا ايش كتب لك؟ الميو لاكس 1 زائد الميو لاكس 1 زائد ثلاث مرات الميو لاكس 2. فهي تطلع 37 زائد 37 زائد 24 زائد 24 زائد 24، يعني الميو لقطعتين من نوع A ولثلاث قطع من النوع B. الفيرنس نفس الشغله، بنجمع البوند 49 اللي هي الفيرنس ل A مرتين والفيرنس ل B ثلاث مرات، فبيطلع معنا الميو بالنسبه للمتغير الجديد حيساوي 146 والفيرنس حيساوي 1.25. بعد كده شباب ايش طلب؟ ليش بدي اعوض؟ بدي اعوض في الاحتمال تبعي، هي صار التوزيع تبعي كانه متغير عشان كانه سؤال جديد، صار واي توزيعه نورمال 146 الميو 1.25 الفيرنس. بدي اجيب انا الاحتمال يا شباب، احتمال الواي اكبر من 144 اصغر من 147، ايش حنقول؟ فاي 147 ناقص فاي 144، بس بدي احولهم بصير فاي 147 ناقص ال 146 على جذر 1.25 ناقص اللي هي ايش؟ 144 ناقص 146 على جذر 1.25 اللي هو بالشكل الثاني معوض عندنا هنا. زي ما هو معوض طبعا هيعملهم زي هيك، بعدين راح تلقى ايش؟ طبعا هذا لو حسبنا 144 ناقص 146 بتطلع بالسالب، ففاي السالب هي هنا وفاي الموجب هي هنا. تمام؟ فبنعمل طرح من الجدول، طبعا بنجيب القيمتين هذول اللي هي فاي 109.89 من الجدول وفاي السالب 1.78 من الجدول، بتطلع معنا قديش في النهايه الناتج؟ 0.7758. الرؤى السؤال الرابع يا شباب بيقول لك the thicknesses of glass sheet produced by a certain process are normally distributed with amine، ولكن يا شباب عندنا الواح زجاجيه او رقائق زجاجيه. المهم التوزيع الطبيعي تبعها هي بتتبع توزيع طبيعي، الميو لها 3 ملم، الستاندرد ديفيشن بيساوي عباره عن 0.12. ايش طلب من الشباب؟ يقول لك وات از ذا بروبابيلتي ذات 3 جلاس، يعني قال لك 3 يعني عندنا عدد شيت بليست اون وان اون توب اوف انذر هاف ا توتال ثيكنسز جريتر ذان 9.5. شباب يعني بيقول لك نحط 3 وان اون توب اوف انذر، يعني شباب يقول لك واحده فوق الاخرى. فايش يعني؟ كانه شباب قال لك اني بدي اجمعهم جمع، كانه جمع. فانا شباب بقول لك ايش احتمال انه لما اجمع ثلاثه فوق بعض يكون عندي شباب التكنس او اللي هو السماكه يعني اكبر من او تساوي 9.5. فانا كانه بقول لي شباب بدي متغير جديد عشوائي اسمه ار، بدي اجيب احتمال الار اكبر من او تساوي 9.5، فكيف بدنا نجيبها؟ 1 ناقص الار اقل من او تساوي 9.5، بدنا نجيب فاي 9.5 بس بدنا ميو وفيرنس جدال عشان نقدر نحل على الجدول. فكيف بدي اجيب الميو والفارينس الجديد شباب؟ بدي اجمع الميو ثلاث مرات وبدي اجمع الفارينس ثلاث مرات. طبعا هذه شباب ستاندرد ديفيشن ما يخربطناش السؤال، انا بدي اجمع الفارينس ثلاث مرات، بروح بربع هذه بعدين بجمعها ثلاث مرات. شوف الحل عندنا على السريع. هي سماه هو متغير عشوائي جديد سماه واي، قال لك انه ايش؟ اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3. يعني اكس نفسه وكرره ثلاث مرات. فالمهم الميو الجديد ايش حيساوي يا شباب؟ عباره عن 3 زائد 3 زائد 3. الفالنس الجديد ايش حيساوي؟ 0.12 تربيع يا شباب، ربعه وبعدين جمعه ثلاث مرات. فطلع معنا شباب اللي هو ايش؟ ميو فالنس جداد بالنسبه لنا المتغير العشوائي الجديد 9 الميو والفالنس 0.0432. الحين بدي اجيب يا شباب احتمال الواي اكبر من 9.5، ايش حنقول؟ 1 ناقص احتمال الواي اقل من 9.5 وتساوي 1 ناقص فاي 9.5. فاي 9.5 كيف راح نجيبها؟ نحولها لزد.
حنقول احتمال الزد اقل من تساوي 9.5، بس بدي احولها لايش؟ ناقص 9 على جذر ال 0.0432. من الجدول المباشر بقدر اجيب القيمه هذه يا شباب، اللي هي فاي لو حسبناها هذه القيمه شفت تطلع معنا 2.4، فنقول فاي 2.4 من الجدول. 1 ناقص فاي 2.4 بتطلع معنا قد ايش يا شباب؟ 0.0082. نشوف يا شباب كيف جبنا القيمه هذه عشان لو حد ناس الجدول، بدنا نجيب فاي 2.4. هاي الجدول عندنا، هاي اللي هي 2.4، هاي الاثنين يا شباب هي 2.4، هاي طبعا 2.4 بعدين 0 فهي اول قيمه هذه 0.9918. نشوف احنا ايش اخذين، 0.9918 تمام. شغله سهله يعني الجدول. المطلوب بيه يا شباب الطلب عندنا what is the probability that 7 glass sheet have an average thickness less than 3.1. طلع يا شباب ايش قال لك؟ قال لك 7 عدد يعني 7 الواح، وقال لك شباب average. يبقى الميو الجديده ايش حتساوي؟ الميو حتساوي الميو الجديده حتساوي 3 زي ما هي، الفيرنس الجديده يا شباب ايش حتساوي؟ 0.12 تربيع على ايش؟ على 7 وبس. بدي اجيب بعد هيك ايش؟ احتمال الاكس اقل من او تساوي، او الار يعني اقل من او تساوي 3.1. سهل جدا. هاي قلنا يا شباب الميو الجديده حتساوي 3 زي ما هي، الفيرنس الجديده ايش حتساوي؟ الفيرنس القديمه طبعا كانت ستاندرد ديفيشن معطيني فربعناها على 7، فصار معي ايش؟ ميو فيرنس جديد. بقدر احسب احتمال اكس اقل من او تساوي 3.1. كيف راح نحسبها؟ هي عباره عن 3.1 ناقص الثلاثة على جذر ال 0.0205 من الجدول، بتطلع معي طبعا فاي 2.2. من الجدول بنجيبها، نشوفها برضو على السريع انها سهلة على السريع نجيبها. هاي 2.2 يا شباب بتطلع لنا قديش؟ 0.9861 0.9861. يعني نيجي على سؤال خمسة يا شباب. بقول يا شباب sugar buckets have weight with an، طبعا شباب انه عندنا نفس طبعا ما مر علينا في 5.1 انه عندنا ايش؟ انا يعني ماكينة او شخص بعبي ظروف سكر او بكيتات يعني، فالتعبئه هذه او الاوزان تتبع التوزيع الطبيعي. الميو الها بيساوي 1.03، الفيرنس بيساوي ايش؟ 0.0142. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك يا شباب بوكس كونتينز 22 شوجر باكيت. قال لك يا شباب في عندنا صندوق بنحط فيه 22 باكيت. الحين شباب يسالني عن الصندوق، فمباشره يسالني عن الصندوق ال 22 شباب مالهم؟ كانهم بجمعهم تجميع مع بعض، في يعني النادي تبعنا ما راح يسالني ايش راح اقول؟ جمع ال 22. نشوف كيف الحل. قال لك وات از ذا ديستريبيوشن اوف ذا توتال ويت اوف ا شوجر ان ذا بوكس. قال لي شباب بدي التوزيع للوزن الكلي اللي موجود في الصندوق، طب الصندوق ايش فيه؟ 22 باكيت. فانا بدي اجيب يا شباب الفيرنس ل 22 واحد، يعني كاني بجمع 22 باكيت مع بعض. ل 22 ايش؟ متغير مع بعض، فكيف راح نجيب الميو والفيرنس الجديد لها؟ حنكرر ال 1.03 22 مره، والفيرنس راح نكررها برضه ايش؟ 22 مره، او 22 ضرب 1.03 و22 ضرب 0.0142. لو الحل اللي بالشكل التالي، هي الميو حتساوي عندنا ايش؟ 22 ضرب 1.03، ايضا الفيرنس حتساوي 22 ضرب 0.014. شوف طبعا التربيع هذا خطا مطبعي. طبعا هو حال المربع بس يعني هو ايش؟ غلط التربيع. فيش تربيع هنا، ومعتبرها انها سيجما اللي هي لا فاريانس تمام، بس يعني اللي بيحسب اللي بيمشي على الارقام هذا التربيع غلط، فالناتج بيطلع غلط. طيب يا شباب هو بس طالب التوزيع، فبصير التوزيع عندنا حنقول اكس توزيعه النورمال، الميو عندنا صحيحه 22.66، الفاريانس طبعا بتعمل 22 ضرب 0.00 ضرب 0.014 اسف، فبطلع معنا ايش؟ الناتج غير هذا. المهم يعني نعتبر انه صحيح هذا 4.312 ضرب 10 سالب 3. المطلوب الثاني يا شباب قال لك وات ار ذا ابر اند لور كوارتايلز اوف ذا توتال ويت اوف شوجر ان ا بوكس. قال لك يا شباب بدي اللور والابر كوارتايل لمين؟ للتوتال ويت برضه. يعني راح استعمل الميو والفيرينس هذه. لاحظوا الحل عندنا بالشكل التالي. حنقول فاي الاكس حتساوي 0.75. فاحنا عشان نجيب القيمة المقابلة ايش؟ حنقول الاكس هذه ناقص 22.6 اللي هي الميو الجديدة للتوتال ويت لل 22 باكيت يعني، على جذر اللي هي ايش؟ جذر الفيرينس اللي كان معنا على سيجما يعني. حتساوي 0.75. الحين يا شباب بنروح بعد هيك ايش بنساوي؟ بنجيب القيمة المقابلة ل 0.75. بنسويها مع مين؟ مع اكس ناقص 22.6 على جذر 4.312 ضرب 10 سالب 3. بتطلع معنا قيمه الاكس قديش؟ 22.704. طبعا هذا الشباب الكلام شرحناه في سكشن 5.1، للي ما فهمش من سكشن 5.1 سهل الشغله. نشوف يا شباب 0.75 كيف بنجيب القيمه اللي قبالها؟ طبعا يا شباب لما نكون بدنا نجيب القيمه الاكس المقابله لهذه بنروح بندور في الجدول كيف؟ بنيجي ندور في الجدول هنا شباب، وين 0.75 بتبدا عندنا؟ هي بتبدا عندنا هنا شباب، هي 0.7 اللهم صل على سيدنا محمد، بتبدا عندنا 0.74 هنا اول مره ظهرت عندنا 0.75 هنا. فهي شباب تقريبا 0.75 ايش الاكس اللي بتقابلها؟ الاكس اللي بتقابلها 0.6
بوينت 6 7 وكمان شويه لسه يعني بعد ما نوصل بوينت 8 قبل هي بشويه يعني نقول بوينت 6 7 5 تقريبا تمام. بنساوي البوينت 6 7 5 مع مين؟ مع الاكس ناقص 22.6 على جذر اللي ايش؟ على جذر الفيرنس الصحيح. وبنحضر بنعمل حسبتنا بتطلع معنا قديش قيمه الاكس. هذه الاكس بتمثل عندنا مين؟ الابر كوارتايل. طيب اللور كوارتايل شباب كيف راح نساوي؟ بنفس الطريقه حنقول فاي اكس حنساوي 2.5 وحنقول اكس ناقص 22.6 على جذر اللي هي عباره عن الفيرنس راح تساوي قديش؟ 2.5. بنشوف القيمه المقابله لل 2.5 شباب من الجدول بنفس الطريقه. هاي شباب تقريبا هنا بوينت 2.5 بتقع ايش؟ بتقع هنا بوينت 2.5 بوينت 2.5 0 تقريبا بتقع في المنطقه هذه يا شباب. فقديش القيمه بتقابلها يعني؟ بوينت 6 وبنطلع في الاعلى قديش القيمه هذه؟ بوينت 6 8 بوينت 6 7 بوينت 6 تقريبا شباب بوينت 6 7 5 6 تقريبا زي هيك تمام؟ فبنساوي بوينت 6 5 7 طبعا بنساويها شباب سالب بوينت 6 7 5 بنساويها مع مين؟ مع الاكس ناقص 22.6 على جذر القيمة هذه تمام. بنعمل حسبتنا ضرب تبادل يعني بيطلع قيمة الاكس اللي بتمثل عندنا مين؟ اللور كوارتايل. لو بعد هيك الشباب طلب الانتر كوارتايل رينج كيف بنجيبها؟ الاكس هذا ناقص الاكس هذه. نيجي على بروبلم 6 شباب بيقول لك ذا امونت اوف تمبر افيلابل فروم ا سيرتين تايب اوف فولي جراوند تريز تري هاز امين اوف 63400. يعني شباب بيقول لك انه عندك نوع معين من الاخشاب بتبع نوع معين من الاشجار يعني بالنسبه نوع اشجار خضراء معينه بتبع توزيع طبيعي المين انه بيساوي 63400 الستاندرد ديفيشن بيساوي شوف قديش 2500. بقول لك شباب وات ار ذا مين اند ستاندرد ديفيشن اوف ذا توتال اماونت اوف ذا تمبر افيلبل فروم 20 تريز. شباب قال لك بدي المين والستاندرد ديفيشن ل 20 شجره. فشباب قال لك ايش افريج اللي هم جمع. فكيف راح نجيبهم شباب المين والستاندرد ديفيشن؟ هاي المين الاصلي بنضربه في 20 الفيرنس بس نربع هذه القيمة وبنضربها في 20 بس. لو الحل تبعنا على السريع هي 20 ضرب 63400 الفيرنس قديش حيساوي؟ 20 ضرب الفيرنس القديم، الفيرنس القديم كان عبارة عن قديش؟ 2500 بدك تربع وتربيع لأنه هذا كان مدير ستاندرد ديفيشن. بعدين اللي شباب بده هو ستاندرد ديفيشن بروح بنجيب الجذر للرقم هذا 125 مليون. المطلوب الثاني يا شباب ايش طلب عندنا؟ وقال لك وات ار ذا مين and the standard deviation of the average amount of timber available from 30 trees. قال لك شباب بدي average 30 شجرة. فكيف راح نجيب الافرج شباب؟ ال 100 راح تضل زي ما هي، الفيرنس ايش راح يصير عندنا شباب؟ 2500 تربيع على ال 30 على ال 30، لاحظوا تربيع على 30 بتطلع معنا الفيرنس، بنجيب لها جدر عشان نحصل على standard deviation اللي هو طالبه. السؤال الاخير يا شباب بقول لك a chemist can set the target value for the elasticity of a polymer compound. شو بقول لك انه عندنا رجل كيميائي يعني بحدد قيمة المرونة لبوليمر معين او لمركب معين. بقول لك شوف the resulting elasticity is normally distributed with a mean equal to the target value and standard deviation of 4.7. شو بقول لك انه عندك المرونة او معامل المرونة للمركبات هذه بقول لك تبع التوزيع الطبيعي، المين له بحدده مين؟ بحدده الكيمست هذا او الكيميائي، الستاندرد ديفيشن بيساوي 47. طب شو طلب عندنا؟ قال لك what target value should be set if it is required that there is only 10% probability that the elasticity is less than 800. شو بقول لك يعني قديش قيمة ميو اللي بتخلي فقط 10% من المركبات هذه او اللي هي البوليمر اللي هو قيمة المرونة تبعتها أقل من 800، يعني بالآخر شباب بدك تحسب قيمة ميو بس ما أديك معلومة تحل منها من خلالها اللي هي عبارة عن إيش؟ احتمال الإكس أقل من 800 بتساوي قديش؟ بوينت واحد. طبعا نفس النظام هذا مر علينا في الأسئلة في سكشن 5-1. فنقول احتمال الإكس أقل من 800 بدها تساوي بوينت واحد. فإيش راح نقول 800 ناقص 2 ميو على الستاندرد ديفيشن هي 47، إيش راح تساوي؟ بوينت واحد. مباشرة شباب بنروح بنجيب القيمة المقابلة لبوينت واحد من الجدول بتطلع معنا قديش؟ 1.282 بنسويها مع مين؟ مع 800 ناقص 100 على 47 بنحلها بتطلع معنا قيمة الميو. المطلوب الثاني يا شباب بقول لك سبوز ذات ذا تارجت فاليو اوف 850 از يوز. يا شباب قال لك انه اعتبر انه ميو في المطلوب الثاني اعطاك اياه، قال لك افرض هذا 850. قال لك وات از ذا بروبابيلتي ذات ذا افريج الاستيستي اوف 10 سامبلز از سمولر ذان 875. يعني قال لك شو احتمال يا شباب تكون الاكس اقل من او تساوي 875 لا لا لافرج من 10 ايش؟ 10 عينات او 10 مركبات. يعني شباب ببساطه انا بدي اجيب الميو والفيرنس لافرج ل 10 كومباوند واحسب ايش؟ احتمال الاكس اقل من 875. سهل جدا مباشره نقول ايش؟ الفاي
875 ايش حيساوي؟ 875 ناقص الميول الجديده على ايش؟ على السيجما. من الجدول بجيبها. فايش الميول الجديده يا شباب حتكون عندنا؟ حتكون هي اللدنيه 850 زي ما هي. الفارينس يا شباب حيكون عباره عن ايش؟ هي القديم عندي 47، بروح بس بدي اربعه لانه عندي ايش؟ هذا ستاندرد ديفيشن، حيساوي 47 تربيع على 10. لو الحل موجود عندنا بالشكل التالي: ال 100 حضرتها 850، الفارينس ربعنا 747 على 10. بعدين نجيب لها جدول عشان نستخدمه، بطلع معنا 14.8324. قلنا احتمال واي اقل من او تساوي 875، فكيف راح نجيبها؟ فاي 875 وحتساوي 875 ناقص الميو اللي طلعت معنا 850 او اللي اعطاني اياها على اللي هي السيجما اللي حتساوي 14.8324. فاي الرقم هذا لو حسبته بيطلع معنا 1.6855. طبعا من الجدول بنجيب القيمه اللي بتقابل ال 1.6855 بتطلع معنا قديش؟ 0.954. نشوف يا شباب كيف جبنا هذه القيمة 1.68. نشوف هاي الجدول عندنا 1.68، هاي شباب 1.6 عندي هنا. الثمانية طبعا حتكون العمود اللي ايش؟ اللي قبل الاخير. 1.68 هاي 1.6، العمود اللي قبل الاخير هو 8. 1.68 شوية يعني تطلع تقريبا هي 0.953. واحنا ايش اخذنا؟ 0.954 بدل الثلاثة. تمام، بنفس الطريقة هذه. هيك شباب بكون خلصنا شرح سكشن 5.2. ان شاء الله بكون يعني سكشن سهل وبسيط بالنسبة لكم، واي استفسارات ان شاء الله احنا جاهزين نجاوب عليها. والى اللقاء في محاضرات اخرى ان شاء الله.